غالباً أنت لست أحد مشجعي، لا يروق لك أسلوب لعبه ولا تدهشك مهاراته أو سرعته، لكن في كل مرة ستجد اسمه يتصدر العناوين بسبب قدرته الفائقة على الحسم. هذا ببساطة لأنك في حضرة مترجم المساحات توماس مولر. قبل أن تستغرب من جملة مترجم المساحات تلك، دعنا نخبرك أنها اختراع تكتيكي يعود إلى مولر نفسه في عام 2011 عندما وصف دوره في بايرن ميونخ بكلمة رام دويتر، وهي كلمة ألمانية تترجم بالعربية إلى مترجم المساحات. بدأت قصة مولر مع ذلك الاختراع في موسم 2009-2010 عندما وصل للفريق الأول للبايرن تحت قيادة المدرب الهولندي لويس فان خال، الذي برع في قراءة قدراته بالشكل الصحيح وتوظيفها من خلال ذلك الاختراع التكتيكي. وجد مدرب برشلونة وأياكس الأسبق نفسه أمام لاعب لا يتمتع بسرعة فائقة أو بنية جسدية قوية، وبالكاد يمكن منحه تقدير مقبول في التدرج بالكرة والمراوغة بها، إلا أنه يملك قدرة فائقة على استكشاف المساحات وشم الفراغات بين الخطوط وخلف مدافعي الخصم لضربهم من خلالها. على الورق شغل مولر مركز صانع الألعاب خلف المهاجم، لكنه امتلك الحرية للتحرك كيفما يشاء، وبفضل وعيه التكتيكي غير المسبوق كان اللاعب الفائز بكأس العالم عام 2014 قادراً على قراءة اللعب وتوقع تحركات منافسيه قبل زملائه، وعليه يحصل على أسبقية التواجد في المساحات المناسبة واتخاذ القرار، إما بالتمرير من لمسة واحدة أو الحصول على الوقت الكافي بالكرة لتجنب أي مواجهة خاسرة. تلك القدرة العجيبة مكنت مولر من التواجد ضمن قائمة أفضل اللاعبين المؤثرين في جيله، وحتى نهاية أبريل من عام 2021 كان قد أحرز 213 هدفاً وقدم 215 تمريرة حاسمة في 578 مباراة مع بايرن ميونخ. بفضل توماس مولر تعرف العالم على الرام دويتر، وانتشرت الكلمة بين المحللين ثم الجماهير بعد إدراجها بلعبة فوتبول مانجر الشهيرة، كما ظهر أيضا بعض اللاعبين يؤدون دورا مشابها مثل ديلي آلي مع توتنهام هوتسبر وخوسيكا ليخون رفقة نابولي، لكن أحدا لم يكن مثل مولر لا على مستوى الفاعلية ولا الاستمرارية، وكأنه مترجم المساحات الأول والأخير من نوعه.